السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عنا هذا يا أخونا مشكور، يعني كان بعث لي فيديو قبل وعملت عليه شرح وبعثته له، وكان الأمر صحيح اللي قلته له أنا صحيح، وبارك الله فيه رجع لنا يعني فيديو يشكر فينا ويأكد أن المشكلة تحل والحمد لله. نحط لكم الفيديو الأولاني اللي بعته لي هو ويسأل فيه على المشكل، وبعد تلقوا الإجابة وراء بعضها. السلام عليكم عمي مختار. هاي السيارة ستروين بيكاسو 2011، راح دورها هلأ إلى يومين ما دارت. عمي مختار، انا غيرت حد عمي مختار، الله يعطيك العافية يا رب، الله يكتر خيرك والله والنعم منك. هي غيرت القطعة، هاي قلت لي غيرها حساس الضغط الديزل، والحمد لله السيارة زبطت وعم تخدم بشكل جميل وصحيح. ما بعرف، أنا شايفة أنه صار صوتها جميل، وصار حتى انه ما عاد فيها المشاكل اللي كانت تطلع بالاولي، ولكن لسه في عندي مشكل صغير انه في صوت هيك وما فهمت شو هذا الصوت، لكن ما بتوقع انه مشكل كبير يعني. وهي بعت لك الفيديو، والله يكثر خيرك ويرزقك وييسر لك امرك ويجزيك عني كل خير. شكرا لك عمي مختار. القطعة اللي بدلها هي الحساس بتاع ضغط الديزل، الحساس بتاع امبريسيون كابتير بريسيون غازوال اللي هو يركب في الرامب، يركب في المسطرة، يقول اخواننا الشرق يركب في المسطرة. هذاك انا قلت له نظفه ورجع، مو مش غيره يعني، مش مشكلة يعني تغيير ولا تنظيفه واحد. تبقينا مازال الصوت اللي عنده، وهذا الصوت اللي عنده هو موجود في الهاتف دي بصفة عامة، تلقاه موجود، لأن المشكلة متاعه أن هم من فما يعني شدادات وفما سبتة وكذا، احنا ما غيروهمش إلا وقت يعملوا صوت، وهم لا يغيروهم بالوقت اللي يجي التغيير الكاتينة، يغيروا كل شيء مع بعضهم، احنا ما غيروهمش، فيعملوا الصوت هذا. هبش أحط لك فيديو تو أنا كيفاش تفحصهم وكيفاش تغيرهم. Thank you.
سنة الستة. حتى لا قبل هو الستة قطع لف الصندور هذي الكروات عد فلوس غربيت هذي بالله هاي فلوس غليت وفرعت هذي بغليت أصول ومن هو فرعت هذي عند الكريت اما تحس لي كان هو هذا الكوندر هذا علامة ان هو يعني سواء والكوندر بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تو هذه هاني شفنا يعني كيش غيرنا لها الطوندور هذا وغيرنا لها الدينامو هو الانترناتير وغيرنا لها السبتة اللي هي الكروة وغيرنا لها الكاتينة والطوندورات نتاعها وغيرنا لها مضخة الماء ووريتكم انا كيفاش هذا يبدا يرعش وقت الموتور يخدم ويتحرك ويقرقر والحمد لله يعني التخمين يعني التقدير نتاعي اللي انا قدرته وقلت ان المشكل في البولين نتاع الانترناتير هذه هي اللي تشد وتسيب كان كلام صحيح الحمد لله طلع فيها المشكل هذاك. توا انا كملنا رجلناه وبدلنا كل شيء وتو باش نسمعكم صوتها وهي في يعني القرقره القديمه اللي فيها او الصوت فيها القديم وش رايكم نسمعكم صوتها في الجديد. تو سمعتكم صوت انا في القديم وهذه تو صوته في الجديد سمعتوا الصوت تو شفتوا الطندير هذا ما عادش يتحرك جنبها هذا ما عادش يتحرك جنبها انتوا هذا الاصل لان مجعول مش يتحرك ومجعول وقت الاكسلاري وقت انت تنزل يعني على البنزينة هو وقت انت تنزل على البنزينة هو يطلع لفوق مش يخش السده شوي انت تسيب وهو يسيب ولهذا كتبت هذه خارطة هو يعمل كيف هذا شوف ما فيها صوتها تو نعم ما شاء الله بعد ما بدلنا لها الكاتينة وبدلنا لها السبتة وبدلنا لها الطوندير هذا وبدلنا لها مضخة الماء وبدلنا لها الدينامو تو صوتها نعم مش تعرفوا اللي هو الفرق بين علاش هذاك قلت لكم انا ما دام يتحرك راهو مش صحيح علاش لان ما لازموش يتحرك شوفوا تو الاصل كيفاش وبدلنا كل شيء خطا غير اصليه باش يعرفوا اللي هما راهو خطا الاصليه راهي عندها دور كبير مع عدد الدينامو اللي هو المولد بدلنا لواحد مستعمل فقط ان شاء الله تنفعكم حاجه كيما هيك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.